موجز السابعة لأخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى مساحات جديدة في الجهة الشرقية لمدينة حلب بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير بؤرهم وأوكارهم. وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى دوار الجزمات ودوار الحلوانية وصولا إلى طريق هنانو في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش تواصل تقدمها في الأحياء الشرقية وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين من المنطقة. من جانب آخر، ألقت حوامات الجيش العربي السوري المزيد من المنشورات على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، دعت فيها المسلحين إلى ترك سلاحهم وتسوية أوضاعهم والسماح للمدنيين المرضى والجرحى ومن يرغب بالخروج. جددت المجموعات الإرهابية المسلحة قصفها على مدينتي نوبول والزهراء بالقذائف الصاروخية، وقد أصيب عدة أشخاص بجروح ووقع دمار كبير في منازل المواطنين جراء هذه الاعتداءات. التنظيمات الإرهابية استهدفت البلدتين ب 21 قذيفة صاروخية أدت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح بينهم 3 أطفال ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات خلق عالم أحادي القطب باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الكثير من شركاء روسيا يفضلون اليوم الاستناد إلى قواعد القانون الدولي عند اتخاذ القرارات. وقال بوتين إن محاولات خلق عالم أحادي القطب لم تنجح، مؤكدا أن روسيا التزمت دائما بوجهة النظر القائلة بأنه مع دفاعنا عن مصالحنا القومية علينا أن نحترم مصالح الآخرين. استعادت القوات العراقية السيطرة على قريتين جدد في الساحل الأيسر لقضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيهما. مصدر في عمليات قادمون يانين وقالت إن قطعات عمليات صلاح الدين ولواء 60 تمكنت من تحرير قريتي جريدة والنهية الكبيرة بعد تكبيد إرهابي تنظيم داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، موضحة أن تقدم القوات العراقية مستمر حتى تحرير ما تبقى من مناطق الساحل الأيسر لقضاء الشرقات. وصلنا لختام الموجز، إلى اللقاء.